نشرت الأخبار من التلفزيون العربي في لندن، أهلا بكم. قال حاكم مصر في لبنان رياض سلامة إنه اضطر إلى تنفيذ عمليات بنكية لكسب بعض الوقت، وإن تكلفة هذه العمليات كانت معقولة. واتهم سلامة الحكومة اللبنانية بالإخفاق في تنفيذ الإصلاحات. فالفوائد المرتفعة اللي عم ينحكى عنها والهندسات المالية اللي صارت تعتبر مؤشرات سلبية بالفعل أكلفها بالنسبة لنسب الفوائد اللي عنده إياها مصرف لبنان أكلفها مقبولة، وهالهندسات نحن اضطرينا نعملها لنكسب وقت للبنان، للبنان يصلح حاله، والهندسة اللي عملناها بال 2016 أكسبت وقت للبنان واللي وصلته لمؤتمر صدر، وإذا ما تنفذ مؤتمر صدر فمش المسؤولية على مصرف لبنان، لأن في قرارات كانت مطلوبة من الدولة اللبنانية وهالقرارات ما تنفذت. هذا وطمأن سلامة اللبنانيين مؤكدا أن ودائعهم المصرفية ما زالت موجودة في القطاع المصرفي. بس بالرغم من كل ذلك ظل النظام واقف على جريه، الأموال والمصارف كل هالشي بعده موجود، ونحن منطمن اللبنانيين ومنأكد للبنانيين انه الودائع تبعهم موجودة وهي بالقطاع المصرفي وعم تستعمل. ينضم إلينا من بيروت مراسلنا حسين خريس. حسين، كيف استقبل اللبنانيون خطاب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خصوصا أنه نأى بنفسه من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد محملا المسؤولية الحكومة؟ بداية، بعض خبراء الاقتصاد وضعوا كلام سلامة في إطار الهروب من تحمل المسؤوليات التي ينبغي أن يتحملها حاكم مصرف لبنان إلى موقع الدخول في الأرقام وفي القواعد الاقتصادية المعقدة التي لا يفهمها المواطن اللبناني. برأي بعض خبراء الاقتصاد فإن سلامة كان قد لعب لعبة ذكية عندما لم يهاجم الحكومة ولم يرد على رئيس الحكومة بالتصعيد، إنما رد ببعض الأرقام وبين أخطاء بعض المستشارين التابعين للحكومة اللبنانية، وفند تلك الأرقام المتعلقة بالصرف على القطاعات الأساسية للمواطنين اللبنانيين. إلا أن هؤلاء الخبراء يعتبرون أن سلامة لم يعقد مؤتمرا صحفيا، وذلك تفاديا لأسئلة خبراء الاقتصاديين. الأسئلة التي كانت متاحة مثلا هو سؤال: لماذا يعمم المصرف المركزي البيانات على المصارف الأخرى، وهذه المصارف الأخرى حتى هذه اللحظة لا تأخذ بهذه التعاميم ولا تدخلها حيز التنفيذ؟ أيضا بالنسبة إلى موضوع سعر صرف الدولار، لماذا هناك في المصارف الموجودة في البلد ليست محددة هذه الأسعار، أسعار صرف الدولار حتى هذه اللحظة حدد السعر الأول ب 2600 ليرة لبنانية، فيما الدولار اليوم يبلغ أكثر من 4000 ليرة لبنانية حتى هذه اللحظة. أيضا يقول الخبراء الذين تابعوا كلمة سلامة أن الدخول في الأرقام أيضا هو فيه تجاهل لموضوع الولوج المالي والإخراج المالي من سوق المصارف في لبنان، أي أن أصحاب الودائع الصغيرة يخضعون اليوم لسحب أموالهم، وذلك على سعر صرف الدولار المحدد من قبل المصرف لا بحسب سعر السوق، ويتم إخراجهم من منظومة المصارف بشكل نهائي. هذا الأمر يناقض قد ما كان يسعى إليه مصرف لبنان، وهو موضوع الولوج المالي، أي إدخال أكبر قدر ممكن من المواطنين اللبنانيين في المنظومة المالية. شكرا لك مراسلنا حسين خريس، كنت معنا من بيروت.